الإرادة السياسية نقطة مهمة جدا. هل هي الإرادة السياسية للإصلاح واحترام القانون والمساواة أمامه والعدل ولا لا؟ طبعا مهم، لكن أنا كمان مش عايز أرهن المسألة بالشخص ده. الرجل ده بيراعي ربنا ودقنه طويلة ماشي، ولا الرجل ده نزيه، مش عايز أرهنها كده. أنا عايز أعمل عقد بينه وبينه، لو هو أخلي يوضح أنه خلل أقيس المسطرة بيني وبينه هي الدستور، لأنه لو رهنتها بالشخص كارثة. أنا نفسي الشخص يبقى كويس والدستور العقد. أنت لما بتروح عند راجل طيب ومحترم وتأجر شقة ما بتاخدهاش بالكلمة، تمام؟ لأنه ممكن يموت يجي ورثته ويقول لك ما فهمني. الورق مهم والبنود الورق مهم. فارق لما يقول لك أنت الشقة دي واخدها 10 سنين ومن حقك تغير معالمها، وفارق لما يقول لك أنت 10 سنين تمام بس ما تستخدمش أوضة، ولما يقول لك 10 سنين ما تقدرش تغير معالمها. لا في الحقيقة ما فيش مؤسسات في مصر. ما فيش. أنا ما عنديش دولة لحد الوقت. لا لا لا. ما عنديش دولة في الحقيقة. لا ما هو دي الفكرة بقى، إنه ده يحد قدر الإمكان يكتفه. إن في، أنا هقول لك، أنا مش مؤمن إن في سيادة قانون في مصر. أنا معلش أستفيد فيه. مش مؤمن إن في سيادة قانون، بس مؤمن إن أنا لما أروح أقول، يعني لسه أنا ضرب مثال بعادل السعيد النائب العام المساعد. أنا ليه بنتقده؟ لأن بجيب لك دليل إنه أهدر العدالة، تمام؟ من غير الدليل ده أنت ما شفتش منه اللي أنا شفته، فأنا عايز أوريك دليل. ده الدستور بيقول وهو أهدر، ده القانون بيقول وهو أهدر، ده يقنعك. إنما لو جيت أقول لك على حكاوي شخصية مش مقنع ليك. فأنا هنا لما أقول من حق المحتجز مكالمة تليفونية، اللي لا تصادر الجريدة بقرار إداري ولا بقرار قضائي، وجاء صادرها، تمام؟ الاثنين دي الإصلاح لا يمشي متتالي، يمشي متوازي. واللي يقول لك وقف كل حاجة لا صوت يعرف قصار طبع عرقة، تعرف إنه بيبني ديكتاتور. يمشي متوازي لأنه مش متعارض، لأنك في الحياة مش هينفع تبني حاجة على خراب، ينفع تمشي حتى لو ببطء بس متوازي. فكر في دي كويس. اللي عايز يصلح ما يقولكش استنى ما نخلص الإرهاب، إذا كان في إرهاب ماشي يقولك نمشي دي جنب دي جنب دي، لأنه مرتبط ببعضه. وصلت؟ فيبقى دستور جيد مع إصلاح مؤسسات، مع عقاب وسيادة قانون على البعض، مع سماح للناس إنها تحل، إنها تقدم مبادرات. تفضل. ما هنا اللي موجود، هنا في الحقيقة سينا في إرهاب ماشي، بس إن أنا اللي يرفع، أنا مش إخوان ماشي، أنت عارف ده، اللي يرفع واحد يلبس تيشيرت يتقبض عليه وتقولي هو ده الإرهاب؟ بيحصل كده. يلبس تيشيرت ولا بنت تعمل يعني، مش أنا مش لازم أبقى إخواني عشان أقول ده فيه قمع، ده أنا إنسان بس. نعم، ما هو كل اللي موجود كله تحت الإرهاب. اللي أنا بقوله حاليا ده، لو في يعني ترصد هيطلع نص كده في تحريض على العنف. اللي أنا بقوله دلوقتي، طب احنا خرجنا كده من بره موضوع الناس في غنم، الناس كلام، والله والله بس احنا يا جماعه، ما يحدث في مصر كلها مش ارهاب، ما يحدث في سيناء ارهاب، ما يحدث في شوارع مصر حتى لو اختلفنا معاه في فرق بين العرف وبين الارهاب وبين التعبير عن الراي، مش كلهم في سله واحده. يا جماعه اولا انا بشكركم على ان كل واحد استخدم الدقيقه بتاعته والتزم بالدقيقه، ولكن انا يعني بلفت انتباهكم بس على حاجه، ما نركبش سؤال فوق سؤال، ويا ريت نخش في موضوع الندوه. انا بس يا استاذ ايهاب عايز الفت النظر لحاجه صغيره. انا طبعا انا اسف ان انا قاعد على المنصه يبان انا مع حق الناس يقول، انا بقول راي، فالناس كمان من حقها تقول رايها، وانا بس عشان ما نخش يعني عن طبعا وتختلف يعني، عشان بس ندي الاتاحه للناس.